وللتعليق على أداء الأسواق العالمية تنضم معنا في الاستوديو لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي. أهلا بك لينا. أهلا بك. بالحديث عن التضخم كما ذكرنا قبل قليل يرتفع إلى أعلى مستوى في 13 عاما، واليوم أيضا ننتظر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما هي توقعاتك للاجتماع بعد بيانات التضخم؟ نعم بالفعل بيانات التضخم الذي جاءت مفاجئة للأسواق بارتفاعات بأكثر من 5.14% أكثر من توقعات الأسواق، كانت الأسواق تتوقع انخفاضها ب 4.19%، فنحن ارتفعنا منذ عام 2020 بالتضخم 10% لنصل إلى تلك المستويات ب 5.14%، فالأنظار كلها ترتكز إلى كلمة جيروم باول خلال اليوم ويوم غد، ماذا سيقول عن تلك البيانات التضخم، خاصة بعد أن كرر عدة مرات بأن التضخم عابر ومؤقت، وخاصة أصبحنا نسمع نغمة من قبل البنوك المركزية بأن التضخم يكون عابرا ومؤقتا. هل سيكون هناك تجديد في لهجة الفيدرالي الأمريكي؟ أنا أتوقع لن تكون هناك أي يعني أي تغيير جذري في لهجة الفيدرالي الأمريكي أو بجيروم باول، سيكرر ربما التضخم عابرا ومؤقتا، ولكن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال إذا كان التضخم مرتفع. هناك المخاوف عندما رأينا خلال الشهر السابق وقت ارتفع التضخم 5% بدأنا نشهد تغيير في لهجة السياسة الفيدرالية الأمريكية بأن يكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول أو رفع لأسعار فائدة مرتين في عام 2023، على الأقل هناك بعضهم يتوقع كان رفع أسعار فائدة في عام 2022، فبتلك البيانات حساسة جدا اليوم أو الأنظار كلها متجهة لكلمة جيروم باول، ماذا سيقول عن التضخم؟ هل سيكون هناك تغيير في لهجة السياسة الفيدرالية الأمريكية؟ يعني هل سيكون تجديد للسياسة النقدية أم لا؟ يعني بنك كندا قام بتجديد السياسة النقدية، البنك النيوزيلندي نحن نعلم أنه بدأ بتقليص السياسة النقدية أو بنوع ما بتجديد السياسة النقدية من تقليص برنامج شراء الأصول الطارئة. بالنسبة للأسواق الأمريكية كما ذكرنا أيضا سجلت مستويات قياسية خلال هذا الأسبوع، الأسباب الرئيسية خلف هذه الارتفاعات وهل سوف تستمر خلال الفترة المقبلة؟ نعم يعني وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جدا رغم الانخفاضات اللي شهدناها أمس، وهي نتيجة بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت كما ذكرنا فوق التوقعات، أثرت بشكل على يعني أثرت على الأسواق الأسهم الأمريكية، لكن نحن نعلم أن نتائج الشركات بدأت تظهر، ورأينا جولدمان ساكس وأيضا عدد من البنوك أعلنت عن نتائجها، ونترقب اليوم عدد من البنوك الأخرى التي تعلن عن نتائجها، التوقعات بأن تكون هناك نتائج إيجابية. أيضا 66% من الشركات المدرجة في S&P 500 متوقع أنه تحقق ارتفاعات بأكثر من 66%، يعني نتائج الشركات أن تكون إيجابية وبالتالي سيكون تأثيرها على أسواق الأسهم الأمريكية. وأيضا ننتظر ماذا سينتج عن النتائج اليوم من جيروم باول، فكل الأنظار متجهة إلى ذلك، وخاصة أنه سياسة كما ذكرنا أنه عدد من البنوك المركزية يعني مثل البنك النيوزيلندي وعدد من البنوك رغم التجديد السياسة النقدية لكن هو تقليص ببرنامج شراء الأصول الطارئة، لن يعني ستبقى السياسة مرنة، فبالتالي هذه السياسة المتوقعين لن تكون بتلك الشدة، سيكون الاتجاه الصاعد. بالنسبة لأسعار الذهب توقعاتك بعد هذه الارتفاعات أيضا بالنسبة لأسعار الذهب؟ طبعا ارتفعت اليوم نتيجة تراجع الدولار الأمريكي للارتباط، وطبعا يجب أن يرتفع الذهب نتيجة ارتفاع التضخم لأن الذهب يعتبر أداة تحول ضد ارتفاع التضخم، بالتالي هو مرتبط بشكل مباشر به تراجع الدولار الأمريكي، لهذا السبب عم نشوف الارتفاعات في الدولار الأمريكي، وأيضا يترقب الذهب طبعا تصريحات من جيروم باول، فأي تجديد للسياسة النقدية سيكون له تأثير سلبي طبعا على الذهب وبالعكس صحيح، فبالتالي نترقب تلك البيانات إن شاء الله. إذن لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك.